صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 16 بإلغاء البند 4 من المادة الأولى من القرار رقم 17 لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها. كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء قرار رقم 17 لسنة 2019 بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، مراجعة البرامج الأكاديمية. وجاء في المادة الأولى من القرار الأول رقم 16 أنه يلغى البند 4 من المادة الأولى من القرار رقم 17 لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها. نص القرار الثاني رقم 17 في مادته الأولى على أن يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، مراجعة البرامج الأكاديمية المرفق بهذا القرار. جاء في المادة الثانية من القرار أنه يلغى الإطار العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2019.